إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيره من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا قاتل، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد أقسم الشيطان على رب البرية بالعزة والجلال ليسجدن على الناس معايشهم ودنياهم ودينهم وآخرتهم، ولقد سلك في سبيل تحقيق هذه الغاية سبلا وطرقا عديدة. تقدم في الخطب الماضية ذكر بعض منها، ونحن اليوم في صدد بيان طريق من طرقه التي أفسد بها معالي الناس ونقص عليهم دنياهم ولم يتيسلم منها أحد إلا من عصمه الله جل وعلا، ألا رضي العين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق. ولقائل أن يقول: ما العلاقة بين الشيطان وبين الإصالة بالعين؟ فإليك الجواب أخي الذي، إن العين قد اجتمعت إلى أمران الناس، أولهما حضور الشياطين، وثانيهما حسد بني آدم أو إعجابهم بالذي يصاب بالعين أو بالمحسوس. ودل على هذين الأمرين قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فجمع الله عز وجل في هاتين الآيتين بين الإصابة بالسحر وبين الإصابة بالعين، وجامع بين هذين الأمرين أن الإصابة بالسحر تكون بإذن الله عز وجل، بل ليس بعد أن يعقد الساحر العقد وينفخ فيها وينفخ ويحفظها الشيطان فتصيب بإذن الله جل وعلا. وكذلك العين قد يشاهد الإنسان ما يعجبه، وقد ينشغل قلبه حسدا فتحفظها الشياطين ولا يبالي الإنسان حين رؤيته لذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العين حق ويحفظها الشيطان وحسد ابن آدم. إن العين حق لا مية فيها، ويحفظها الشيطان وحسد ابن آدم. ولذلك معاشر المؤمنين، إن الناس في مسألة العلم طوائف، منهم من أنكر العلم بالكلية وظن أنها فرض من الخيال ونوع من الشعوذة والدروسة، لأنهم بزعمهم لا يؤمنون إلا بالملموس ولا يؤمنون إلا بالمحسوس، فأنكروا العلم وقالوا بعقولهم المستقيمة صحيح المنبول من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العين حق ونهى عن الوجه. والحديث في الصحيح الصحيحين، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم. وطائفة أخرى قد غالت في مسألة العين، فلزمت كل مصيبة وكل مرض وعالم وكل تقلب في معيشة العلم،
وكلا طرفين لفظ الامور جميل والحق ما كان وسطا فان العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دلت على ذلك الايات والاحاديث الصحيحه منها قول الله فيها قول الله جل وعلا وان يكاد الذين كفروا لا يسبقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر وهذه الايه بيان لحال الكفار وقريحهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاذيه فلم يتركوا مجالهم الاذيه الا سلكوه فبعد ان اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والتهامه والجنون وساموه بالعذاب هاهم يحاولون اصابه النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فقال جل وعلا وان يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم اي يصيبونك بالعين قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى عليه في تأويل هذه الآية قال كانت العين في ذنب نفس وهي قبيلة من قبائل العرب كانت مشهورة بإصابة العين فكان الرجل منهم يصوم ثلاثة أيام ويمكث في خيمته حتى إذا مرت نامة أو بقرة سمينة نظر إليها بعينه ثم قال لجاريته يا جارية قل المثل واتنا من لحم هذه البقرة أو منها فجاءت قريش إلى بني أسد وقالت لرجل منهم نعطيك كذا وكذا على أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه أنشد هذا الرجل قائلا قد كان قومك يحذرونك سيدا وقالوا انك سيد محجوب ولكن الله عز وجل طرف عنهم ذلهم واذيتهم لان الله عز وجل قد عظم نبيه من الناس فقال جل وعلا والله يعصمك من الناس ومن ذلك قول الله جل وعلا في قصه اخوه يوسف حينما قال لهم ابوهم وقال يا بني ادم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وكانوا احد عشر اخا ذو جمال وهيبه وهيئه وحسن حال وكان ليسر يومئذ اربع ابواب فامرهم ان يتفرقوا في الابواب حتى لا تصيبهم اعين الناس إذا رأوه المستمعين في اسم هذا ومن ذلك قول الله جل وعلا ومن شر حاسدهم إذا حسد قال الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه إنما سمي الحاسد حاسدا لأنه يحسد الأشياء بعينه سمي الحاسد حاسد لأنه يحسد ولا يؤتى الأشياء ولا يذرها عن طريق عينه وإذا نظرنا إلى الأحاديث النبوية الصحيحة فقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلم حق ونهى عن الوجه ومن ذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن عقبة بن عامر رأى سهل بن حنين فأعجب بجسمه وجلده فقال ما رأيت اليوم ولا جلد عذراك فأعجب سهل رضي الله عنه فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن سهلا قد وعد فقال هل تستلمون له أحدا قالوا نعم عقبة بن عامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه على ما يقتل أحدكم أخاه هل ضرر هي هل قلت بارك الله ثم أمر أن يتوضأ له ومن ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدخل رجل القمر وتدخل الفرس الخجر، أو قال صلى الله عليه وسلم: وتدخل الجمل الخجر. وهذا إثبات للعين ولعظيم قمرها. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن العين قد تكون إما من حاسد وإما من معجب، بل قد تكون العين من الجاهل، كما جاء في الحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجاهل وأعين الإنس، حتى نزل في المعوذتين فأخذ بهما وترك ما سوى ذلك. نعم، قد تصيب العين من جن حاسد او معجب، وقد تصيب من الجن من معجب او حاسد. ولذلك العين على نوعين، اما عين حاسده واما عين معجبه. فاما العين الحاسده فان خطرها عظيم وضررها وطين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العين لتدخل رجل القبر وتدخل الجمل الخجر. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ان العين لتولع بالرجل حتى تصعد به الى حاله ثم يتردى منه، اي ان العين لتصعد بالرجل الى مكان مرتفع ثم تهب به هالك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر كما عند الحاكم وغيره بسند صحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه: اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله عز وجل وقدره بالأنفس. وهذا الحديث من رواية الإمام البزار رحمة الله تعالى عليه بسند صحيح. نعم، إذا تأملنا ما يصيب الناس في كثير من الأحوال سواء من الأمراض والآلام، فإن أكثر ولا أقول كل، أكثر ما يصيب الناس من الأمراض وخصوصا الأمراض الفتاكة كالإصابة بالسرطان وغيره، إنما مردها إلى العين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله عز وجل إنما هو بالأنف، أي بالعين. ولذلك هذه العين قد تؤدي إلى الشلل، قد تؤدي إلى العمى، قد تؤدي إلى الموت، قد تؤدي إلى هلاك الحرق والنمل، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. وأما النوع الثاني هي العين المعجبة، قد يعجب الإنسان بنفسه أو يعجب بولده أو يعجب بأخيه وزوجه، ويقول مع إعجابه لا يبرر ولا يقول تبارك الرحمن احسن الخالقين او بارك الله او ما شاء الله. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لولا ان دخلت جنه قلت ما شاء الله، لولا ان دخلت جنه قلت ما شاء الله. قد يصيب الانسان نفسه بالعين اذا اعجب بها، قد يصيب ولده خصوصا الصبية الصغار إذا أعجب بهم، ولكن الإنسان إذا استحضر كلمة بارك الله وما شاء الله وقع نفسه ووقع غيره من هذه العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بارك، أي هلا قلت بارك الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا كانت هذه العلي وكان هذا عظيم خطرها وضررها، إلى أن معنا قد غلوا في مسألة العلم غلوا عظيما، وحملهم ذلك إلى جملة من الأمور المنهي عنها، وذلك حينما خافوا من الناس ولم يخافوا من ربنا. فتجد الإنسان إذا تخلف في دراسته أو تعطل في تجارته أو تعطل في وظيفته أو انقطع جسم عينه نسب ذلك إلى العين. نعم إن العين حق، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما يصيب الإنسان إنما هو من العين. ولذلك تجد بعض الناس يجحد نعم الله عز وجل وينكرها خوفا من العين، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويقول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. ولقائل أن يقول، ولمستجد أن يستجد، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: استعينوا على قضاء حوائجكم، وفي روايه انجاح حوائجكم بالسر والكتمان؟ نقول بلى، ولكن هذه تكون قبل وجود النعمه وتيسيرها، بمعنى ان الانسان اذا كان في قدر منوع او التقدير لامر من امور الدنيا فانه يكتب ولا يشيع القدر حتى يوفقه الله عز وجل. فاذا جاءته النعمه ان اراد ان يتحدث بها تحدث، ولكن لا يصل به الحال انه اذا سئل عن هذه النعمه جحدها وجحد نعم الله عز وجل عليها. وايضا قد يقع بعض الناس في التكذيب بقضاء الله عز وجل وقدره، حينما ينسبون كل شيء للعين فينسون بذلك قضاء الله عز وجل وقدره. وقد يصل بهم الامر كما قلنا ان الخوف من العائن يكون اعظم من الخوف من الله جل وعلا. ثم اعلموا معاشر المؤمنين ان الله جل وعلا قد جعل لهذا الداء الشيطاني جعل له اسبابا، من اعظم اسبابها الحسد الذي يمنع القلوب. فان الناس حينما استحولت عليهم الدنيا وشغلوا بحبها وتكاتفوا على جمعها امتلأت قلوبهم بالحسد، فصار كل ذي نعمة محسود تتكاتف عليه الأعين بالحسد دون أن تبرر، وهي متمنية زوال النعمة من صاحبها. ألا ساء ما يفعلون؟ ومن ذلك الإعجاب كما بينا من عين المعجبة، ومن ذلك معاشر المؤمنين الشك في قضاء الله عز وجل وقدره، ومن أسبابها أيضا ترك التحصينات الشرعية التي جعلها الله عز وجل وقاية للإنسان، وحسنا حقينا وحرزا مكينا دون إصابة العين. ولعلنا سنريهم شيئا من ذلك ومن احكامها ومن سبل علاجها والوقايه منها في خطبه اخرى. نسال الله عز وجل ان يقينا شرور انفسنا، وان يقينا شر كل ذي حسد، وان يقينا شر الشياطين وشرفهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.